لا لا مين قال لا لا دير واش غادي نعيو غنبقى داك الشيء كل كثير مشاهدينا ومتابعين قناة أشواق عتربي، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كيف ما كتشوفوا في هذه اللحظات ديال الطلبة اللي كانوا في أوكرانيا، خرجت أول وحدة كانت في حالة مسكينة كتبكي ومتخلت على الفرحة والخلعة وكل شيء. الآن كنشوفوها هما بداو كيخرجوا الحمد لله يا ربي توصلهم على خير يا ربي تعاون لهم الفرحة والبكية شريف الله يجزيكم بخير خلوا شوية الفراغ للناس من يفرحوا مرحبا خويا ما بغيناش تصوروا خاطر ولادنا شفتوهم الله يرحم لكم الوالدين ما يصوروهمش الا عباد الله ما بغيناش تصور درنا طريق ولادنا ودابا مسبقين هما الاولين خلينا ما نشوفوا ولادنا هاو بلاد براسي ما انا ما نعش الله يكون في العون صراحه باش عليا تصور حباس عليا تصور ماشي عيب يصوروهم ويصوروا الصوت ديالهم ماشي عيب يصوروهم ولاد كلالا يصوروا الاولاد كلالا يصوروا الاولاد كراسي يصوروا الاولاد بنتيا ماشي عيب نفسيه اش من صوت غيوصلوا نفسيتهم تخربت نفسيه النبض ديال النفسيه يعطونا غير ولاد اللي بغى يصور شي حد يصور باقيين حتى هما يجيو حتى هما دخلوا هما الاولين ان شاء الله غديروا على الطريق ديري البي سي ار عندو البي سي ار الله يخرج وليداتنا ان شاء الله بلا ما تبقى تم على سلامتك 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 على سلامتك
ها هو جينا تقلب على وليدينا. نعم زينب انا في الباب، انا بنيتي في الباب. بشويه عليك تجي، الحمد لله الحمد لله على سلامتكم بنيتي. بشويه عليك تخرج، انا في الباب انا في الباب. بشويه انا راضي عليك بنيتي. زبيده هيا دوات، هيا دوات نزلات. هيا بنتي هبطات، بنتي هبطات، بنتي هبطات، بنتي كاع وليدات المسلمين، وليدات المغاربه كاملين، وكاع الوليدات اللي تغربوا وضربوا تماره. خسرنا فلوس على وليداتنا. الحمد لله الحمد لله ولله الحمد، الحمد لله ولله الحمد. انت يا امي انت بعدا الحمد لله. اختي دوات معايا قد يا ماما انا في الكونترول. الحمد لله على سلامتك، على سلامتك وعلى سلامتك. الحمد لله زبيده هي دوات، دوات معايا على سلامتك. دابا كيخرجوا انت كيسخفوا واخيلا انت ما جايباناش الطريصه ما كرهناش واقفين والبلد الحمد لله احنا فرحانين اللي وليداتنا جاوا. كنشوفوا بان حتى واحد على سلامتكم اولادي، على سلامتكم اولادي، على سلامتكم. زبيده صافي هل كتشوف على سلامتك اولادي، على سلامتكم اولادي، على سلامتك. جايين نحط نعم مساك الله، الله يكون في العوان. والله لو ما كتبان لي حاجة تقول سلامتك وليد. بدا يطبعوا لهم باش غيبقى اش غيقلبوا المجيدين تحت الجن. تصاوروا بداو تصاوروا دارك تما يوقف حتى هو. اي راه مصاب حنا ما قال لهم هنا راه القضيه مبسطه. اش يجي يخرجوا بواحد جوج ثلاثه الطيارات بزوج وصلوا، ولكن الان كاين طائره يعني الدبلوماسيه المغربيه يعني خصات لهم واحد يعني فنادق خمس نجوم. وهذه الفنادق هذه
يعني كان السفير بيدو في بعض الدول، يعني كما سمعتوا في الفيديوهات اللي شفنا في اللايف في الشهادات ديال الامهات، ولكن اخيرا نتمنى يا رب العالمين النفسية تكون مزيانة، لأن بعد غير هكذاك زينيدة كارتا في الدار ديالهم شي حد واحد الأم قالت لي سمح ولدها في كل شيء، خلى كل شيء غير باش يقدر يجي. نشوف فيها ديال كنشوف يعني كاين البرد، كاين بعض العصابات، كاين مشاكل في التنقل، يعني اللي طلبوا منهم نشوف فيه أنوار اللي كاينه في اوكرانيا، ولا لو التغذيه اللي كيديروا الصحافه
الأخبار وحنا هنايا بأننا عرفنا بأن بزاف المغاربة كانوا مساندين هذه القضية مساندين المغاربة كاين اللي ما عندهم حتى شي مالي في أسترانيا ولكن كانوا مساندينهم وكانوا متبعين الأخبار ديالهم ليل ونهار على مواقع التواصل الاجتماعي ولا على الأخبار ونشرات الأخبار إلا وباش تأكدوا على السلامة ديالهم وهم اليوم كانوا كيتسناو فارغ السما كيتسناو هذا البث المباشر باش يشوفوهم وصلوا بخير وعلى خير والحمد لله أنهم وصلوا بخير وعلى خير وكنشوفوا بهنا كاين الفرحة كاين الناس كاين الطلبة اللي باقيين جالسين كيوصلوا يلاه كيكونوا على العائلات ديالهم ما عارفينش فين واقفين وهادشي عادي I'm
Thank you.